جاء في معرض هذا التقرير. معنا في استوديو البرنامج سيدة صوفيا البوري وهي محللة القطاع المصرفي في قسم الأبحاث في شعاع الكابيتال. أهلا ومرحبا بك معنا صوفيا. شكرا. ماذا تعتبرين أن الشكل العام الذي احتواه التقرير يريد أن يظهر أو يريد أن يبرز؟ نعم. Well, first of all, I think it's important أولا أعتقد أنه من المهم أن نذكر أنه في أوقات الأزمات المالية وتباطؤ الاقتصادي هناك الكثير ويتم أن يتم اختبارات الإجهاد على البنوك. وفي هذا التقرير قامت البنوك أو خضعت البنوك الإماراتية إلى الاختبار وقامت شعاع بالنتائج الخاصة بالبنوك. ولقد كان هناك نجاحا في إظهار أن البنوك لديها قدرة على الاستيعاب الكثير من التدهور في الأصول الخطرة وكانت النتائج إيجابية جدا. جاء في التقرير بأن هذا الاختبار تم ممارسته أو أخضعت 8 بنوك إماراتية لهذا الاختبار. هل لك أن تستعرض لنا هذه البنوك أو على الأقل أن تفيد لنا مدى أهمية اختبار أو إجراء هذا الاختبار على هذه البنوك بالذات؟ Yes. Well, لقد أخذنا للتحليل 8 بنوك رئيسية في الإمارات والتي كانت في وجهة نظرنا كانت تمثل معظم النظام المصرفي في الإمارات. وكانت 8 البنوك تمثل 70% من الأصول في النظام المصرفي. ولقد قررنا أن نقوم بوضع اختبار الإجهاد عليها بتغييرات مختلفة. ولقد كان هناك تحديد لموازنة البنوك في عام 2008 بالنسبة للقروض الشخصية. وخلال عام 2008 كما تعلمون كانت عاما صعبة جدا ولقد قامت بإظهار الأزمة الاقتصادية وأيضا تراجع العقارات والرهون العقارية. وبالتالي بالإضافة إلى ذلك قد أخذنا في الاعتبار الكثير من المخاطر التي اعتبرناها أنها تتعرض للبنوك مثل تعرض البنوك لقضية سعد والقصيبي وأيضا لشركات دبي العالمية. وكانت هذه وكان هناك الكثير من القروض الموجودة على الموازنات والتي كانت تحت الهيكلة والتي كانت تحمل الكثير من المخاطر بالنسبة للقروض المتعثرة. وبالنسبة لهذه المخاطر قمنا بوضع السيناريو الأساسي وكان هذا الأهم. وقمنا ببناء 4 سيناريوهات كل منها كانت خطرا رئيسيا وكان بلي التعثر. وكان ايضا بالنسبه للسيناريو الاساسي هو كان هناك ايضا سيناريو اساسي اكثر تحفظا والسيناريو الرابع هو الاقل تحفظا. وكان الخبر السار انه تبعا لهذه السيناريوهات كان الكثير ان فترة سلمان لم تتراجع عن المقاييس والمعايير الخاصة بالبنوك. وكانت جميع البنوك يمكن تعترف أنها كان بها بعض الخسائر ولكنها جيدة. وبالرجوع إلى التفاصيل سوف أركز على السيناريو الأساسي وحيث أن القروض غير العاملة للبنوك كانت 4% من وكان إجمالي كفاية رأس المال من 80% إلى 40%. وأيضا بالتالي فإن مستوى جيد جدا بالنسبة من 12% التي كانت تتطلبها البنك المركزي الإماراتي. وأيضا كانت مرة أخرى كانت المعايير جيدة جدا. وبالطبع أعتقد أيضا أنه لا يزال هناك دخل رؤوس الأموال بالنسبة لهذه البنوك وكان يمكن السيطرة عليها وكانت تقدر ب 2.5 مليار وبالتالي كانت النتائج جيدة جدا. نعم صوفيا تحدثت بأن معدل كفاية رأس المال في هذه البنوك يتبع للمعايير الدولية بازل وغيرها وهذا خبر إيجابي. ولكن أتحدث هنا بما أن معدلات أو الملاءة المالية لهذه البنوك تعتبر مضمونة نوعا ما أو بحسب التقرير الذي اختبر يعني أو الذي جاء بنتيجة هذا الاختبار هذه البنوك تتمتع بملاءة مالية آمنة. ولكن ماذا عن
القروض، يعني القروض التي الكل ينتظر انفراج أكثر بشأنها، أقل وثائق أو أوراق مطلوبة من الأفراد الذين يتقدمون لطلب هذه القروض؟ أساسا ينتظر الجميع وكانوا متفائلون خلال عام 2010، وكان الجميع يتوقعون من البنوك أن يقوموا بإعادة الإقراض، لا سيما أن هناك الكثير من الجهود المبذولة منذ بداية الأزمة فيما يتعلق بتقوية الموازنات البنكية ومحاولة أن يتم المزيد من المخاطرة من أجل مساعدة ودعم هذه البنوك. وكانت الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن البنوك أو الإقراض البنكي كان متراجعا بأقل من 1%، وكثير من هناك نمو بنسبة 6% للعام بأكمله، وكان هناك الكثير من البيانات التي ترغب في أن يكون هناك الكثير من التقارير، وكانت كفاية البنوك تستوعب الكثير من الخسائر، وكان هناك بعض تجنب المخاطرة بسبب عدم الثقة في الأسواق. وبالتالي نتمنى أن تبدأ البنوك في الإقراض مرة أخرى قدر المستطاع، ونعتقد اليوم أن نتائج تقريرنا أن البنوك لديها القدرة على فعل ذلك. نتمنى ذلك، ونشكرك صوفيا البوري، وأنت محللة القطاع المصرفي في قسم الأبحاث في شعاع كابيتال. إذن مشاهدينا، سيكون لنا الآن توقف مع